اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نهار جديد، ويا رب ان شاء الله نهاركم يكون نهار سعيد مليان بالتفاؤل والامل. وحلو جدا ان احنا نبتدي يومنا كده بذكر الله سبحانه وتعالى، وان احنا نتامل وناخد كده قسط من الراحه والتفكير والتخطيط هنعمل ايه في يومنا، لانه مهم جدا ان احنا نعمل لنفسنا كده قائمه مهام عشان نحاول نقدر ننجز منها اكبر قدر ممكن. وصدقوني لو خلص اليوم واحنا قمنا بالمهام بتاعتنا ده هيبقى شيء في منتهى السعاده. ومن اجمل الاشياء اللي سببت لي انا سعاده شخصيا ان شفت زميلتي وحبيبتي وصديقتي العزيزه اللي ان شاء الله هنكون مع بعض في تقديم حلقات برنامج نهار جديد على طبعا مصر الزراعيه كل 3 و4. دينا صباح الفل حبيبتي. صباح النور عليكي والجمال. يعني انا اسعد ومبسوطه جدا مع زميلتي اسراء ان اتجمعنا من جديد وبقينا بنقدم مع حضراتكم نهار جديد ويوم جديد وحلقه جديده يا رب على حضراتكم، وان شاء الله تكون بداية سعيدة بكل الأمل والتفاؤل وكل ما هو خير لمصرنا الحبيبة. حقيقي يمكن زي ما قلتي إسراء إن فعلا محتاجين نخطط لحياتنا، محتاجين يعني نبص لحياتنا بنظرة تانية مختلفة. صحيح. ويمكن أعتقد الزاوية بس لو اتغيرت لحياتنا هتختلف. في ناس كتيرة جدا كانت متضايقة وزعلانة من 2020، يعني لبعض الحاجات اللي كانت فيها زي طبعا فيروس كورونا والجائحة اللي كانت مش علينا بس انما كانت على العالم كله. الناس دي انا كنت حابه اقول لهم حاجه صغيره جدا، قصه بسيطه جدا يا اسراء، بتعبر عن ان الواحد ممكن يشوف الحاجه شيء وهي حاجه تانية خالص ممكن تكون خير ليه. زوجة كاتب دخلت عليه لقيته بيكتب حاجات وحزين يعني مليان كآبه، لقيته كاتب انه ابنه عمل حادثه وبسببها يعني رصف في البكالوريوس كليه الطب. فكمان والده توفى وحزين جدا الفقدان والوالده في هذه السنه، كمان حزين انه عمل عمليه لتخلص منها بالمراره لكن قعدته في الفراش شهور، كمان حزين انه بلغ 60 من عمره بالتالي فقد وظيفته في دار النشر اللي كان قعد فيها 30 سنه من عمره وبيحبها جدا وبيعشقها. صحيح. زوجته خدت الورقه وبدلتها وحطت ورقه تانية، بيقرا الورقه لقى بتقول له ابنك حقيقي عمل حادثه لكن خرج منها معافى بدون فقدان او بتر او تعب او تشوه. حقيقي فعلا انت بلغت 60 من عمرك وانت في كامل الصحه والعافيه، وفقدت وظيفتك في دار النشر عشان تتفرغ للكتابه اللي انت بتعشقها وتصدر ليك كتب كتير جدا. كمان والدك توفى بس كان عنده 85 سنه بكامل الصحه والعافيه بدون ما يثقل على حد من حواليه. شوفي غيرت الزاويه بس، وشوفي قد ايه فعلا في حاجات كتيره بنشوفها وبنزعل منها وبنبقى متضايقين لكن هي خير كبير جدا لينا. طبعا عارفه كمان يا دينا انا معاكي جدا في الموضوع ده، وان احنا نحاول ناخد الموضوع من الجانب الايجابي. ولو عايزين برضو حضراتكم تركزوا قوي في حياه كتير من المشاهير والاغنياء هتلاقي انهم اجتمعوا على بعض النقاط المهمه جدا اللي قاموا بيها في حياتهم. اهمهم زي ما دينا قالت انه الموضوع مهما كان فيه اخفاقات، زي نيوتن مثلا لما كان بيحاول يكتشف موضوع الجاذبيه اخفق كتير جدا جدا في هذا الاكتشاف، ولكن في الاخر بعد الكثير والكثير من المحاولات اكتشف موضوع الجاذبيه من خلال التفاحه. كمان مش بس كده، اجتمعوا على فكره انه بدايه اليوم من بدري، ده غير طبعا ان الرسول عليه السلام وصانا في احاديث كثيره ان احنا نبتدي يومنا من بعد صلاة الفجر، وده طبعا بيكون افضل ان احنا نقدر نحصل على الكثير من الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لنا. فاذا ان احنا نبص للامور السلبية حتى لو كان فيها اخفاق او فشل بشكل ايجابي، وكمان ان احنا نبتدي يومنا بدري، وزي ما قلت لحضراتكم في البداية نبتدي نخطط انا عندي ايه، انا هعمل ايه. في ناس ممكن تكتئب كمان يا دينا، لو وانا منهم، لو كنت عامله لنفسي مثلا خطه مهام معينه هعمل كذا حاجه ولقيت ان انا ما عملتش غير 2 بس من مثلا من 5-6 مهام، ولكن بعد كده لقيت انه ما فيش مشكله ان احنا ناجل بعض الحاجات، بس الحاجه اللي بنعملها نتقنها ونراعي ربنا سبحانه وتعالى فيها، اعتقد ان ده هيبقى اكبر انجاز احنا بنقوم بيه. بتمنى يعني طول عمري ان اوصل للموضوع ده، ان دايما عملنا جداول وتنظيمات لكن للاسف ما كانش فيه ولا جدول بيتنفذ على ارض الواقع. نيجي بقى ونقول ايه السبت هعمل كذا والحد والاثنين وخلاص هنظم الجدول، وخصوصا بقى ايام الثانويه العامه بقى والجامعه يعني، ونيجي قبل الامتحانات ننظم الدنيا ومش هنسيب يوم مش هنسيب ساعه، ولكن للاسف ده
يعني ممكن يكون بيفلت مننا. عايزين فعلا الجديه والاراده، واعتقد الاراده فوق كل شيء. يعني لو الواحد عنده فعلا يعني حافز اساسي انه يوصل لحاجه معينه هيوصل لها. يعني زي مثلا انت حاطط في دماغك كليه معينه تدخلها، حاطط في دماغك انك تشتغل في حاجه معينه هتوصل لها. انت بس ركز دايما على الحافز ده وحطه قدامك ونصب عينيك، هتلاقي نفسك ان شاء الله وصلت له. ودايما كمان حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى، دي افضل عباده أعتقد. طبعا. والاحلى بقى زي ما دكتور ابراهيم الفقي قال لنا ان احنا نصاحب الناس الحلوه الايجابيه المتفائله اللي مش كسلانه، لان انا بشوف انه فعلا الواحد سبحان الله بيتاثر جدا بالصحبه. الصحبه دي يا اما ترجعك مليون خطوه لورا، يا اما تخليك تقدر تمشي خطواتك، تشجعك، تلاقي حد يطبطب عليك، ينصحك، يقف جنبك. والزمن ده يمكن اللي ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بالصديق المخلص اللي يشجعه ويقف ورا ظهره. اعتقد ان دي نعمه من اكبر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ينعم بها على عباده. فبالتالي صاحب الناجح، صاحب اليقظ، خليك دايما مقرب للمجموعه اللي حابه يكون عندها هدف وتسعى اليه وتحققه. مش بس كده كمان يا دينا، فكره ان احنا يكون عندنا قدوه. يعني دي من عوامل النجاح، انك تحط قدوه كده. واحنا يمكن في الجيل ده مش عايزه اقول ان القدوه دلوقتي ما بقتش يحتذى بيها، لان احنا بنشوف حاجات يعني بصراحه الواحد حس ان هو في اخر الزمان بسبب الحاجات اللي بيشوفها. ولكن في وسط الحاجات اللي بنشوفها دي بشوف واحد زي النجم محمد صلاح. يعني ده حلم جيل كامل بحاله انه يشوف محمد صلاح ده ابتدى منين، واخفق كام مره وراح نادي معين ومشوه، قالوا له انت ما تنفعش، ودلوقتي بقى مو صلاح اللي العالم كله بيشيد بخبرته وبمهارته وبراعته في كره القدم. واعتقد كمان يا دينا انه اهم قدوه الاب والام لابنائهم، دول القدوه الاولانيه الأساسية. لانه الاباء والامهات بيكون هم الابطال بالنسبه لابنائهم. السلمه الاولى اللي بيطلع منها الولد عنده خزينه وعنده يعني القاعده الاساسيه متاسسه صح زي ما بيقولوا. والقدوه على ذكر كلامك يا اسراء، الحقيقه لا، في نماذج كتير حلوه. يعني كل ما ده ربنا كده بيبعت لنا تحسي قدوه تصحي الضمير فينا. بذكر صحيح. القدوه امبارح احنا شفنا يوم جميل جدا من يعني نماذج هايله لضباط الشرطه اللي قاموا بدور مهم جدا، زي اللواء ياسر عصر طبعا. اللي فدى نفسه في الهويه في القطار عشان ينقذ الركاب وعشان ينقذ القطار، وما كانتش اول مره ليه، كان ليها سابقه قبل كده. فده قدوه صحه الضمير وصحه التفاني في العمل وصحه ان انا لازم اشتغل على نفسي اكتر. مصر مليانه وعمرانه اعتقد بالنماذج الجميله يا اسراء، وتعالي نسمع اغنيه جميله عن مصر الحبيبه. مصر يا حلوه يا بلدي يا.